السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أصدقائي متابعي قناة جمهور العام الطيور؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة أصدقائي الكرام. بالنسبة لحلقة اليوم سوف نتطرق إلى موضوع مهم جدا، وهو بالأحرى خطأ نقوم به وله سلبيات على الطيور، وهو إخواني قلة نوم الطيور. كما نعرف جميعا إخواني أن كل مخلوق يحتاج إلى النوم الكافي وراحة، يعني نحصل على، يعني بالنسبة للطيور نحصل على طائر ذا لون جميل وبنية جسمية قوية. إن غاب إخواني عنصر النوم بالنسبة للطيور فإننا نتحصل على طائر بهذه المميزات. من أعراض قلة النوم أصدقائي الكرام، وهو نرى أن الطائر قليل الحركة وكثير الكسل والتعب والإرهاق. كذلك إخواني قلة التغريد، ونلاحظ أن الطائر يعني يغني فقط لفترة واحدة في اليوم، ويعني تغريد لوقت قصير ويعود للسكوت من جديد. لاحظ إخواني كثرة إغماض الطائر لعينه وذلك الإحساس بالنعاس، ما يدخل المربي في يعني في لحظة شك، يعني أن يعني ربما يقول أن الطائر مريض أو شيء كهذا. وكذلك إخواني يؤدي لاكتئاب الطائر إذا دخل الطائر إخواني في مرحلة اكتئاب وقلة نوم، فبالتالي يعني إخواني سوف يتأخر عن الجهوزية. يعني بالنسبة للأشخاص الذين يسألون عن فترة ساعات النوم العادي للطيور إخواني الكرام، فالطيور إخواني بصفة عامة تحتاج إلى من عشر ساعات إلى 12 ساعة من أجل النوم الكافي، وذلك بعدم مراعاة يعني وضع الطيور في غرفة مظلمة وعدم إزعاج الطيور ويعني وفزعها أثناء النوم. أيضا إخواني يجب يعني ترك يعني مكان نوم الطيور يجب أن يكون به أوساخ أو فضلات، لأنها يعني قد تؤدي إلى ظهور يعني أمراض وبكتيريا متعلقة بالطيور. يعني هذا إخواني موضوعنا لهذا اليوم، نتمنى أن يكون لنا إعجابكم. نتمنى إخواني أن تشاركونا آراءكم واستفساراتكم في ملخص هذا الموضوع. نعتذر إخواني على الغياب الطويل والتأخر في طرح مواضيع، وذلك راجع إلى ضيق الوقت والعمل أصدقائي الكرام. لا تنسوا إخواني بالدعاء لنا في هذا الشهر الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفقرة شاركنا الإعجاب والتعليق، وليصلك الجديد لا تنسى الاشتراك في القناة.